دي غلطة من الغلطات اللي بيقع فيها كتير من السيدات الحوامل والناس اللي هي مكتوب لها كالسيوم وحديد مع بعض، بياخد الاثنين مع بعض في نفس الوقت. الحديد والكالسيوم اعتبر كده اخدت كبسولة حديد وقرص كالسيوم وبلعتهم الاثنين مع بعض، هما هيروحوا فين؟ مش هيحصل امتصاصهم؟ يعني المفروض خلاص بقى يتحللوا وجسمي يستفيد بيهم. الاثنين دول بيتخانقوا مع بعض لان بيحصل امتصاصهم من نفس القناة، ويعتبروا هما الاثنين بيدخلوا من باب واحد، فيقعدوا يتخانقوا، ده يزق في ده، لا انا اللي هدخل. فايه اللي بيحصل؟ ولا ده دخل كله ولا ده دخل كله. فعلشان كده المفروض ايه؟ افصل لما اكون باخد كالسيوم وحديد مع بعض، مكتوب الاثنين، اخد الحديد الصبح اخد الكالسيوم بالليل او العكس، مش الاثنين في نفس الوقت.